دول تذكرتين لباريس الليله دي هنسافر. امال انت فاكر يعني كنت واخده منك الباسبورات من كام يوم ليه؟ باسبورات ايه وباريس ايه؟ احنا ايه اللي هيودينا باريس اساسا؟ يعني هي الناس ليه بتسافر في شهر العسل؟ الله، انت ازاي تتصرفي بالشكل ده من غير ما تاخدي رايي؟ انت زعلت ولا ايه؟ انا كنت عايزه اعملها لك مفاجاه تبسطك. يا وصال، احنا مش اتفقنا وحطينا اسس للتعامل بيننا؟ انا ما عملتش اي حاجه، يعني انا عروسه وعادي، يعني اتصرفت زي كل الناس ما بتتصرف. ايوه، كان لازم تقوليلي. ولا تزعل نفسك، باسبورات اهي والتذاكر اهي، مش مهم الرحله خالص، مهم بس ان احنا ما نتخانقش يوم الصبحيه عشان خاطر ده فال وحش بس. وصال، قومي عشان نفطر بسرعة عشان نلحق نجهز شنط السفر. قومي أنا جعان. يلا. أنا ما بقتش عارفة أنا بتصرف مع ماما كده ليه؟ ساعات كتير بسأل نفسي أنا بحاول أعمل إيه؟ بحاول أثبت لها ذاتي ولا بحاول أتحديها؟ أقول لها أنا بقيت كيان مستقل من حقه إنه يفكر ويعمل كل حاجة لوحده. أمال أنت عايزة تبقي إيه؟ عايزه تفضل العيالة الصغيرة اللي تقول حاضر ونعم وتنفذ الأوامر من غير ما يبقى لها شخصية؟ لا، وهي البشاير هلت. قصدك ايه؟ أخوكي اللي أصغر منك بكام سنة عايز يتحكم فيكي زي ما حكيتيلي، ده زي ما يكون متسلط عليكي ولا بيتلككلك. معقول يا فرح؟ معقول العيل الصغير ده هيتحكم فيك أنتي؟ لا طبعا. بصي، أنتي لازم تسمعي نصيحتي وتسمعي اللي أنا هقولهولك. أوعي تضعفي يا فرح، والا هتندمي جدا وهتضيعي كل اللي انت عملتيه. بعد كده انا مش هعرف اعمل لك حاجه لانك ما سمعتيش نصيحتي من الاول. معلم مرغني؟ ايوه. معلم مرغني ايه؟ صاحب العمار. العماره دي بتاعه الحاجه سرايا واولادها. الحاجه سرايا؟ ايه، انا ما اعرفش حد غيرها، وده هي حتى كمان اللي جابتني من البلد وشغلتني حارس على العماره عشان هي بلدياتنا. يعني انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ الا متاكد يا ستها. يكونش قصدي حضرتك على المعلم مرغان السويفي؟ ايوه هو ده. ده حضرتك صاحب العماره اللي جنبنا دي، انا شفته امبارح مع العمال وهم بيكملوا شغله في العماره، وسمعت كمان ان هم هيطلعوا بيه 15 دور. انت متاكد من الكلام ده؟ العماره دي مش 53؟ سلام تشوف يا ست هاني، نمره العماره قدام حضرتك اهي 55، لكن نمره عماره المعلم مرغان اللي جنبنا دي 53. كنتي هتعملي ايه بقى يا فاتن لو كانت اللعبه اللي لعبوها عليكي جملت للاخر؟ كانوا هيسجنوكي وهينشروا صورك في الجرايد ويشوهوا سمعتك، وعمر ما حد كان ممكن يصدق ان انت بريئه. المره دي ربنا سترها معاكي عشان خاطر ولادك. طب المره الجايه هيحصل ايه؟ قلت لك 100 مره مالكش دعوه بيا، انت فاكر نفسك ايه؟ انا عارف كويس قوي انا بقى ايه. المهم انت كمان، انت ما تنسيش نفسك وتعرفي حدودك كويس قوي، وتبطلي بقى طريقتك السخيفه دي في الكلام مع ماما اللي بتخليها تزعل منك كل يوم والتاني. انت عارفه انت ايه دلوقتي؟ كان مفيش حد في البيت ده كله مال عينك. بس بقى تقول لي جربتوا يا اولاد، صوتكم جايب اخر الدنيا، فرجتوا علينا الكلام. ليه انت اللي من هنا ورايح تلزم حدودك معايا يا تامر، ومالكش دعوه باي حاجه في البيت؟ وتكلمني بأدب يا تامر، عشان لو ما كلمتنيش بأدب انا هعرف أدبك ازاي. انت هتأدبيني يا فرح؟ طب يلا يا فرح، يلا عشان ما تنفسش عليكي دلوقتي واكسر لك رقبتك كمان. انت فاكر نفسك هتعمل عليا راجل ولا ايه؟ انا راجل غصب عنك. انتوا مش عاملين لي اعتبار ولا ايه؟ انت مش عارف انا عاجز منكم وماليش فايده، دي اخر تربيه امكم ليكوا. انت مش عارف بتعمل ايه يا جدو؟ هيعمل عليا راجل يا استاذ. ايوه اعمل عليك راجل، انت في ايه؟
نظم، هي الساعة كام؟ معلش اصل اتأخرت في النوم امبارح. معاد ايه اللي انت بتقول عليه؟ طب ده ما ينفعش يتأجل. خلاص خلاص، هاخد دوش والبس هدومي واجي لك على طول. مسافة السكة. الحمد لله على سلامتك يا ست الكل، ألف حمد لله على سلامتك يا ماما. أنا ما نمتش طول الليل وأنا بدعي إن ربنا يقومك لنا بالسلامة. أنا آسفة يا ماما إذا كنت عملت أي حاجة زعلتك أو ضايقتك، لكن أوعدك والله العظيم من النهاردة مش هعمل أي حاجة تضايقك تاني. ربنا ما يحرمناش منك أبدا يا ماما. ما تتصوريش البيت من غيرك كان عامل إزاي. يعني أنتوا مش زعلانين من بعض؟ طبعا يا ماما، احنا لينا غير بعض برضه. انا وقتك يا ماما ان احنا عمرنا ما نزعل من بعض تاني. الحمد لله انا دلوقتي خفيت. المهم الدكتور طمني عليكي وقال ان صحتك اتحسنت وكل التحاليل كويسه. الحمد لله. من غيرك يا ماما كنا حاسين ان في حاجات كتير قوي قوي ناقصانا. ناقصنا حضنك وحنيتك اللي للاسف انا ما كنتش مقدره. الله، كان فين الكلام الحلو الجميل ده من زمان يا ست فرح. بس قلتلي يا يابا. مساء الخير. مساء النور. انت فين يا تامر؟ ده الدكتور بيسال عنك من الصبح. انا هدخل اديله خبر. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. إيه؟ مالك يا تامر؟ أنا قدامي تقرير هنا بيقول إن بقالك كام يوم ما رحتش النادي ولا حضرت التدريب. أنت ناسي إن في التزامات بينا واضحة وصريحة؟ ولا إيه يا تامر؟ نسيت إنك أنت وراك بطولة العالم للناشئين؟ آه ولا لأ؟ يا ابني خليك صريح معايا، لو انت مش قد المسؤوليه قولي وانا الاقي اي حد يتمنى الفرصه اللي انا مديها لك دي. ساكت ليه؟ ما تتكلم. ايه يا تامر، على فكره انت النهارده مش معانا خالص. حتى في التمرين كنت مش مركز، كنت حاسه ان انت في دنيا تانية. ايوه يا عم، اللي واخد عليك اتهنبه. يا ترى مين اللي واخد عليك يا تامر؟ يا جماعه محدش واخد علي ولا حاجه، انا بس دماغي مش رايقه اليومين دول. على فكرة بقى انت مودك مش عاجبني خالص ومحدش هيقدر يطلعك من المود ده غيري انا. ازاي يعني؟ انا النهارده عيد ميلادي ومحبتش احتفل بيه غير وانت معايا. ايه رأيك؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. الحمد لله على السلامة يا فاتن. الله يسلمك، تعبتي نفسك ليه بس؟ يا بابا انا مش موصياك. اخص عليك يا فاتن، بتبقي تعبانه كده وانا ما اعرفش. انا زعلانه منك ومن بابا قوي. انتوا ليه ما قلتليش من ساعتها؟ انتوا اعتبرتوني غريبه بقى ولا ايه؟ لا ما تقوليش كده يا نادية. يا طنط نادية، احنا لو معتبرينك غريبه فعلا ما كانش جده اتصل بيكي اول ما احتاجنا فلوس المستشفى. يا ماما دي اول ما طنط نادية عرفت خدت الفيزا كارد بتاعها وسحبت فلوس عشان البنك كان قافل وجت دفعت المبلغ على طول. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك. انا اوعدك اول ما اخرج من المستشفى هرد لك المبلغ على طول. اخص عليك يا فاتن، هو في فرق بيني وبينك؟ طبعا انت اخوات، هو في فرق بين الاخوات. يا ريت هديت على الفلوس وبس يا بابا، ربنا ما يحرمنا من بعض. ايه مالك يا حبيبتي، فيكي ايه؟ هو كمال زعلك تاني ولا ايه؟ كمال، هو كمال بقى دريان بحاجه، ده بقى في ملكوت تاني خالص، وشغله وتجارته وقفه، بقى مشغول بالمدينة الجديدة اللي بيعملها واخده كل فلوسه وكل كوم. واللي حصل الأسبوع اللي فات كوم تاني خالص. حصل ايه؟ كمال عمل حملة إعلانية كبيرة في الجرايد والمجلات والتلفزيون عشان يبيع المرحلة الأولى من الفلل والشقق، وبعد أسبوع من الحملة ما تباعش غير 10 فلل وشقق بس، مع انه كان عامل حسابه انه هيبيع على الاقل 50% عشان يكمل تكلفه المشروع. وبعدين يا بنتي عمل ايه؟ مفيش يا بابا، ده ما بقاش ينام
وفكر انه يعمل حملة اعلانية كبيرة تانية، بس مش في مصر، خارج مصر للمغتربين برا مصر، عشان يكمل تكلفة المشروع، مع انه ما كانش عامل حسابه خالص على التكلفة دي. معلش يا بنتي، كلما ضاقت حلقاتها فرجت. المهم تامر عامل ايه؟ ده وحشني قوي، بقالي كتير ما شفتوش. راح النادي يا طنط عشان كان بقاله كتير ما بيروحش التمرين من ساعة ما ماما دخلت المستشفى. دكتور خالد،